اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. السلام عليكم، الجمع المبارك ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام الفاطمية، واجعلها الله في ميزان حسناتكم وبركاتكم. شكرا لأصحاب الدعوة، شكرا لإخوتي الشعراء الذين لم يكن لي نصيب في التوفيق معهم لأنهم كبار وأساتذة. أستاذ فراس خبرني، قال لي أخويا على طريقة العام وعلى طريقة أكمال العام وأريد شيء جديد، قلت له أنا بخدمتك. وهو يقصد الطريقة اللي قرأتها، وأنا خادم وأشرف خدام الزهراء علي أبا الحسن. على هذا الهدوء الزهراء تقول أبو الحسن علي، تقول علي أبا الحسن شيعني بس بالليل ورش قبر المدينة خل تخضر هيل. علي أبا الحسن شيعني بس بالليل ورش قبر المدينة خل تخضر هيل، وسد القبر خل اصعد اقل سهيل، انا اطلع بمكان الليل. علي أبا الحسن شيعني بس بالليل، علي أبا الحسن شيعني بس بالليل، ورش قبر المدينة خل تخضر هيل، وسد قبري سد القبر سد القبر خل اصعد اقل سهيل، انا اطلع بمكان الليل. علي دفني علي دفني واريد الدفن مال اعزاز، علي دفني واريد الدفن مال اعزاز، وعمر ما اريد يمشي وين عش الناس. علي دفن وريد الدفن مال اعزاز، وعمر ما اريد يمشي ويا النعش. جناز جناز علي مو تدري بي قلب ابيض من الباز، خافني يتعذر وارضع لي. علي مو تدري بي قلب ابيض من الباز، خافني يتعذر وارضع لي. قال الدار حرقوها وبدا يدبج، قلت لا نزكي وقال لنعرفك، قلت لابتعد بس ما ركب قلبي يدج، قال ادريبه بس خلي ينكسر ضلعك. قال ادريبه بس خلي ينكسر ضلعك، بضلوعك راح افجع طاها. وبعد صح حسين شي عكون موجودين، ردتكم تشكفون الصوت عن العين، من عصرة والزهرة وطاح اخو الحسين، ومن تصيح حيهم يم اخوكم وين المحسن طايح تتشول. دفعوا بابها اندفع باب الله وتبدت اخلاق الناس، وصرخ جبريل اهدأ يا علي النبراس، خلي الثار لطف ياخذ العباس، خلي الثار لطف ياخذ يا خذل. الطق ام الحسن ما يسوى ديرة راس، خاف الطقة ويكبر صيته. الدفع باب ام حسن لا بارك الله بيه، ولا هنا بنومة قبره ويعابيه. عمر الله اكبر يا ذنب جاني، هديت على واحد ربكم ربي ومدل الرب يسمون. اندفع باب الدفع باب حسن لا بارك الله بيه، اولاها الناب نومة قبره ويعابيه. يا هذا الله اكبر يا ذنب جاني، هديت على واحد ربك
مربي ومدلل ربه يسمونه، سطروها على خدها لحد ما بعدين قامت هيك تقعد يم ابو الحسنيه. سطروها على خدها لحد ما بعدين، عذرا من اخوت الشعراء الدمعه تريد، قامت هيك تقعد يم ابو الحسنيين، عصروها بوقت محتاره بين اثنين، المحسن يمضي لحها وبحضنها حسين، المحسن يمضي لحها وبحضنها حسين، وطاحوا واحد فوق الثاني. الحسن قال انا شاهد على الحدث من صار، قالوا للزكيه وان قالوا غار، حرقوا دار امنا واحنا كنا صغار. وبعد يقول من ذاك الوقت زينب جوتها النار وشتموها وهي صغيرون. الحسن قال انا شاهد على الحدث من صار، قالوا للزكية وان قالوا غار، حرقوا دارمنا واحنا كنا صغار. من ذاك الوقت زينب، زينب يا زينب، زينب جوتها النار وشتموها وهي صغيرون. وشتموها وهي صغيرون. أو يصيح عمر لعنة الله عليه ومن معيته، أحرق الدار أبو حسين علي مشتوف ببصية مثل ما قال أخوتي والروايات. أبو حسين علي من خلف الجدار يخاطبه يقول له طخ صوتك يا هيب الدار أبو حسين، تيدب من تصيح الباب وبتراب. طخ صوتك يهب الدار ابو حسين، تيدب من تصيح الباب وبتراب. اسكتك مو وقت هبيت خطار، احتراما للضيوف اليم حطاب. والله لو ان ما خطار جبريل شهسا فقار يسلس رقاب. وهاي الوعن المن، هاي الوعن المن لامو الحسين، الوعن لجابتك مو لامو الاطيوب. ان انكر الاصوات لصوت، ان انكر الاصوات الله اللي يقول نهيقك لا يخرب كشخه الباب، ان انكر الاصوات الله اللي يقول نهيقك لا يخرب كشخه الباب. انا بيت بلاب لا ينزون ما يهضم البلبل صوت الاغراب. انا بي هاي الوان المن لام الحسين، الوان لجابتك مو لام الاطياب. ان انكر الاصوات الله اللي يقول نهيقك لا يخرب كشخه الباب. انا بيت بلاب لا ينزون ما يهضم البلبل صوت الاغراب. ومثل ما قال اخوي مهند الزهراء تحضر برواياتنا، اثني على قصيده اخي مهند الزهراء إن شاء الله تحضر بقبرنا، وكأني بأحد خدام الزهراء قلتها وأقولها بهذا المكان وفي كل مكان. الزهراء تحضر لخدام الحسين، الخدامها بالقبر بأول يوم، يا مولاتي يا زهراء النظرة. فالزهراء تأتي إلى أحد قبور خدام الحسين كأني بها وكأني بمنكر ونكير، يجي يسأل الخادم عما فعل بحياته. تدري الزهراء توقف ست شو تقول؟ ابتشر يا خادم الزهرة، تقل لي بريحة خدمته وتوصل القبر ربك ما يحاسب ضيف على الزهرة، بريحة خدمته وتوصل القبر ربك ما يحاسب ضيف على الزهرة. دخل عندي وقلت لو خدمتك لحسين ما خلي القبور تغثك بنظرة، بحياتش قد صرخ سجليني يا زهراء، بحياتش قد صرخ سجليني يا سجليني يا زهراء. الزهرة تقول وانا ايد التسجل ويد على السطرة، وانا ايد التسجل ويد على السطرة. منكر لا ترس بذنب يزعل عليك حسين، بسجلك تبلى ناجح واحنا لنعبره، ومو عشرة من عشرة تحط له وتراضي، حط له بقفة دفتر حضرة من حضرة. الله الطان مفتاح السما ويقول الكون فيكون، انا قايلها للزهرة.
هاش تقول منكر جاي متزور البي ريحة علي ينزار من برا بشنو قضى العمر بشنو قضى العمر قضى بتشع لحسين تشوف عيونه لسه من اللطم حمرة او لا تسأل بصدره شضام وش ما ضام شقت شفن تلقى الموكب بصدر لا تسأل بصدر شضام وش ما ضام وهنا بعد ارتجل خادم الحسين او خادم الزهرة شاف اكو من يسند ظهره قال الشعائر مذهبي وتوفيقي بين الناس الشعائر دنيته وآخرته وإحساسي الشعائر ثروته وثورة شكو دمحار شكو مقطوع رقبة وجرح عباسي الشعائر خليهن مكانهن فدوى أروح لك هاي التوزيع لك فدوى أروح لك أخوان تاز راسي المعازيب خليهن مكانهن أنا خادم لترابك الشعائر مذهب وتوفيقي بين الناس الشعائر دنيته وآخرته وإحساسي الشعائر ثروته وثورة شكو دمحار شكو مقطوع رقبة وجرح عباسي الشعائر شيلتم وشكو براس خلاق لا براحت والحظ لبراسي ظلام وقمنا نتمشرق بحب حسين الضوء سمو ضوء شي يمر بنفاسي شكرا شكر لله ومن ثم الصديق حسين اللي وفقني الخدمه والعزاء احضر شكرا يا صديقي ودمعتي ومعناي انا حشايه نزل بس حضرتك دفتر انت اول حبيب تدلل اللي يهواك شما مدلك جفوفه تقل لهاك اكثر انت اول صديق انطل صديق احساس يا قومه صاحبك يا حزامه من يعثر القاع المات كزبر من يمر طرواك ربك ما رزقها بضوك تلعن بر الما صبن عيون عليك مو رجال الزلمه لو دمعتك لو يظل بتر الشكر لله ومن ثم الحبيب شكرا يا صديق ودمعته ومعناي انا حجاية للقلوب الوالهة هاي القلوب العاشقة تعرف انا حجاية نزل بس حضرتك دفتر انت اول حبيب تدلل اللي هواك اش ما مدلك جفوفه تقل لهاك اكثر انت اول صديق انطل صديق اخلاق يا قومه صاحبك يا حزامه من يعثر القاع المات كزبر من يمر طرواك ربك ما رزقها بضوك تلعن بر الما صبن عيون عليك مو رجال الزلمه لو دمعتك لو يظل ابتر الشيخ الما يفرع بالطبق مهزوز اش ما يكبر بروحه يا معلي يصغر اتبلل 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 بالذنب وانشف بكل عاشور اتبلل بالذنب وانشف بكل عاشور وبس الى ان بالمجلس اتفطر انا ما صخ سوالف بس يا ابو السجاد عشقتك والملح بسوالف الطشر انا من اسمع ثغيب بمجلسك يا حسين افر من امي واركض حافل المنبر ولزينب المظلومة نصيب هم قالوا المهرجان للزهرة لكن زينب والزهراء عذرا زينب راحت للمشرعة كلها تقول راحت تعاتب ابو فاضل خيال القاصر يقول راحت تشكره عليه من تعاتبه وصلت لابو فاضل شافت بيه رغم بلل مسكته وهو مقطع قبالها تدري شو تقول لاخوها تقول لعباس مبلل مبلل بيرغك من وجهك من جود لا تعرق ترى الوادم شماته وعلي ما عاتبك جيت ارد احط لك تاج من القبلك نزف من مستحاته من ومن المثلك من المثلك قبل شالع لخو ظفرين مو ظل يشمر زنود الخواته طحت وقت الظهر عباس خويا عباس خويا طحت وقت الظهر هوسوا واحنا نصيح القمر بالليل مو هالساحلاته قالوا قطع بيج وقلت متوهمين ترى العباس ما يقطع صلاته عباس احشيل اردست لذ بفعالك اش سويت ترى الموقف حلاته بذكرياته
النهر فايض شنو متبدي فوق الماي، شربت شرب منك يا أغاتة، اللي براسك جرح لو طابر على حسين، لا طمع الجروف قالب لهاته، مبدي الماي ومخلي على راس الطين، الشط هم داق إعلان بوفاته، صدق دقية بوق ونازل إسرافيل، يتذوق النفخة بمشتهاته، وإذا نايم جروحك لابسات عقال عشيرة وكل جرح ناكث عباته. لوين عباس؟ لوين تريد توصل بالشموخ البيك؟ من الفوقاك وتريد بعلاته، ميت والزلم تقلق عليه الروس، الله يساعد الجيش بحياته، يقول لك يوم صاح وجاكم العباس ابن ام اللي بس بوشيت بناته. بفاضل بفاضل اول مره اشوف الجرح يبزل ماي، بعد تتقرب له تقول له أول مرة شوف الجرح يبزل ماي، عفية المستحي من مخدراته أو شنو عرقان؟ إي بس تدري يا العباس القمر من يعرق يصير شحلات، وإذا رحت بسبيهم مطمئن خليك أنا أختك يا قصرهم يا حماته، أنا زينب بصفك يومهم العباس، لخلي يزيد جو الشايلاته، لطب علي شرف وعيونك الحلوات، خلي يكره حجاب امهاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.